الصادق من صدق رسول الله. طيب الآن السؤال، الله لما يقول كونوا مع الصادقين بالمطلق أم بتقييد؟ تقييد أكيد. شلون تقيد والله بالعموم قال كونوا؟ طيب لا مش كلهم صادقين. طيب اذا لما يقول كونوا مع الصادقين، اذا كلهم صادقين ليش منافقين؟ اذا هنا عندما يقول كونوا مع الصادقين هنالك مواصفات للانسان الصادق يختلف عن غيره، صح؟ بالضبط، لان الله ما ينزل شيء الا في اشياء معينه. طبعا. زين هاي تنطبق على الصحابه او لا؟ على البعض، على ممكن على البعض. يعني ما يجوز ان نقول رضي الله عنهم اجمعين. بالضبط، مستحيل. اذا بعض الصحابه، ما في نظريه الصحابه عدول، مستحيل جدا. جيد، بارك الله بك، شكرا استاذ عبد الله. خلاص اذا احنا نبحث عن الانسان الصادق في كل شيء ونكون معه. شكرا استاذ عبد الله. هو بس انا عندي اشكاليه، بس يعني تفضل اذا تسمح لي اخوي. تفضل. انا اتناقش معكم من اول صراحه، واتصل عليكم يوميا لكن ما في اي رد. تمام، تفضل. تناقشت مع الاستاذ ميثم وقلت اعطوني وقت معين كذا. اي تفضل. تمام، انا وصلت طبعا، وصلت الى قناعه تامه صراحه. انا ليش اقول لك قبل شيء هذا الكلام؟ اني انا وصلت الى قناعه خلاص تامه جدا. واتمنى اذا في من اهل الشيوخ اللي معك انه بس يتناقش في بعض المسائل، انا اكون حاضر بعد. عرفت؟ لان الكلام اللي يقولوه انا اسمع يوميا. كلام غير منطقي صراحه، ما في ادله، ما في هو عبد الله حتى نفهم. اولا انت سني صح ولا لا؟ اصلك في الان وصلت قناعه، خلينا نكون واضحين، قناعه كاني افهم انه انت كنت على خطا وتريد تنتقل الى الطريق الصح، فتريد ان تناقش السنه، اما انه تنتقل او لا تنتقل، ولا انا غلطان؟ اقسم بالله يا استاذ وعد، الشيء اللي يقولونه ما يدخل عقلي، لانه ما في ادله، كلام فاضي قسم بالله. تناقشت مع الشيوخ، خليه يفضل ما في ادله صريحه، ما في. اثبت لي الادله مثل اللي يثبتونها اخواننا الاستاذ ميثم، مثل اللي معه، عشان نصدق. هذا الكلام اللي تقولونه كلام فاضي. واضح. أنا لا لحظة، أستاذ علي، أستاذ عوي يتكلم عن الإخوان من السلفية مش أنت، الله يبارك فيك، لأنه أنت هو يقول خصوصا أبو عائشة. شوف أخ علي، أي نعم، مو يمك الشغلة، أي نعم، كمل. أقسم بالله ما حد غيرني إلا الأستاذ أبو عائشة هذا. يعني أبو عائشة هو اللي غيرك؟ أقسم بالله، لأنه يقول الكلام صحيح الشباب اللي يقولونه، لكن هو ما يبغى يصدق. طيب أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلبك. الآن إذا انضموا إلينا الأخوان ستتصل على رقم الهاتف نفسه حتى تتناقش معهم، وإن شاء الله اليوم يكون يوم خصوصا أبو عائشة، إن شاء الله اليوم يكون يوم إعلان اقتحام العقبة، ما أدري، إذا الله تبارك وتعالى وفقنا ووفقك إن شاء الله. ان شاء الله، الله يهدي الجميع ان شاء الله. رحم الله والديك، شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله بك، رحم الله والديك. طيب احنا راح نقدم الاخ ان شاء الله اذا اتصل احد الاخوه اللي نريد نناقشه، لان بصراحه الاخ الان وصل الى قناعه، يقول انه انا وصلت الى قناعه من خلال البرنامج ومن خلال الاخ ابو عائشه، ومن هو شاكله ابو عائشه انه يقول انه وجدت ان هؤلاء لا يتكلمون بالمنطق ولا بالدليل، ولذلك كأني به يريد ان يركب سفينه النجاه ويتشيع. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفق الجميع لخدمه محمد وآل محمد، طيبين طاهرين معصومين.